جفت في وش الرياح ما وقفش تكديفة لا الروح تعبت ولا كلت سد بابك تحت فوق رجليك حالف تخلي الزمان يمشي على كيف يمشي على كيف يمشي على كيف يمشي على كيف هو الزمان عمره ما حد اداه وخد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد هو الزمان عمره ما حد اداه وخد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد لا الشمس رجعت مرة في كلامها ولا في يوم هربت من أيامها لما العدا تنظرك تفارقها أحلامها يا اللي المنهدى بجد طبعك شتات صيفها ما وقفش تكديفك لا الروح تعبت ولا كلت مجاديفك كلت مجاديفك نفسك نسيت أهلك ومشيت ورا حلم تستاهل ويستاهلك لو النيران انطفت تصرخ بها تولع وتخش في لهيبها لا تنضر ولا تهلك تعب وبدات في الزمن يريح وبعدين يتسبح ده اللي نجيتها بيدي بس غيروها منك لله يا شيخ يوسف منك لله يا همام همام انت مش قلت انك مش هتبيت عندي تلات ليالي وانا قلت ولا حلفت لا قلت يبقى خلاص هبيت هنا ورد اليمن ما انا بيت هناك وهبيت هنا كمان طب بعد بعد راحتك بصل اصلك ما عارفاش البصل مع العسل حاجة ما تتوصفش ايه
صباح الخير يا ورد الجمل. ناس تطبخ وناس تاكل، كلها اسباب. هترد الباب في وشك قليله الربايه، جابه لها ابوها الباب ده. فخش خيرها لي هنا. تحت فين؟ سيبيها في حالها. مالك قويه قوي كده؟ الباب خشب وتجيل، فلت من ايديها. خشب وتجيل؟ ماشي يا ابو الشال على الكتف خايف. بعديها انا متوضي يا صالحه، عايز الحق الصبح. انت الصبح اللي في عمري يا همام. الله يبارك فيك. اخش اقول كلمه للعبيطه اللي جوا دي. كده مش هتلحق الصبح. هلحق يا صالحه. ادخلي قعدتك انت. الباب اتفلت من يدك يا ورد اليمن. ولا ما سمعتنيش وانا هصبح عليكي؟ سمعت. بس انا ما سمعتش رد الصباح. اللي انت بيتت عندها هي اللي تصبح عليك. بيتت؟ دي قاعده طول الليل هتبكي وتجوز، ما نامتش دقيقه واحده. هتطج منك. جايده فيها نار اسمها ورد اليمن. وانا قاعد جارها. أحايل فيها بالكذب، أقول لها ده أنت الحلوة وهي العفشة، أنت الصغيرة وهي الكبيرة، كده وكده يا حبيبي. أنا قعدت صاحي طول الليل مستني النهار يطلع عشان أقول لك أنت صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. راح أصلي الصبح وأدعي لكم بالهداية ونجالك. حرم يا شيخ العرب. جمع ان شاء الله. والجمع ضيق ولا اللي هيصلوا كتره؟ صح الجمع ضيق. طب وده كلام؟ شوف بيوت مين اللي قباله واكتب لي اساميهم في ورقه. حاضر يا شيخ العرب. امبارح بالليل دخل فرشوط ثلاث مماليك هاربين من البحر. قاعدين فين؟ في المقعد الغربي. زين. ضيفهم احسن ضيافه وطيب وخاطرهم لحد ما اشوفهم. الشونه الجبليه هتتملي من بكره والنوارج كلها دايره من امبارح. مليح يا هيثم. خلي اللي هيسهروا على الجيرون اجرتهم زياده كيله. واعمل لي جرد اللي اتولدوا في فرشوط من بقوم من اول لحد الوقت. علم. اسمعين. خلي المماليك الثلاثه الهاربين لا يطلعوا ولا يخشوا. حطوا عليهم رجاله يدخل لهم الوكل وكفه شيء، لكن طلوع لا لحد ما يذهب قول لي. يلا بينا. صباح الخير يا صاح. صباح النور يا رحمه، تفضلي. طول الليل في بالي، قلت اجي اسال عليك. سالت عليك العافيه. شربات لوز بسرعه يا فضل ستك رحمه. عشان يعرف قيمتك همام. يعرف قيمتي كيف؟ ما هو عارفها. يعني طلع مالكيش ذنب. يجيب صغيرة يجيب كبيرة، هو اللي ما يخلفش. رحمة، انت جاية بيتي عشان تفوري دمي ولا جاية عشان تقعدي زي الناس؟ ما حاش اللي يفور دمك، ده انا جاية في مصلحة ليكي. خير؟ راجل غريب مهبل كل الحريم هتروح له، اسمه طحو. ماله يعني؟ كتاب بس في الخير بس. ناصب ثبته شرق البلد وبتلات بضاعة، يكتب على صحن مدور كت كده بصباعه تتحل العقد، البايره تتجوز والمتطلقه يردوها والعاجر تولد والمربوط يتفهم. قفلي على الحديد ده، عيب وحرام يا رحمه. احنا راضيين بجد ربنا، ناسنا ربونا على كده. مفيش غير ربنا بس هو اللي مطلع وشايف، لا عاوز كتاب ولا صحن. ربنا اسراره في كل حته
الناس دي هتشوف وهتعرف. انت هتخسري حاجه. هاتي ريحتك. قلت لك قفلي على الحديد البارد ده. البنت الصغيره جايه عيب. صباح الخير. مرحبا. تعالي يا ورد اليمن. سلمي على خالتك رحمه. مرات عمك عيسى. اهلا وسهلا. ايه دي؟ طلعتي حلوه قوي. بسم الله عليكي. صلي على النبي في سرك يا شيخه ولا قولي بسم الله ما شاء الله. طوري يا بنتي طوري طوري. طوري على مهلك على مهلك طوري. تعالي اقعدي اقعدي. سموها رحمه قال. اقعدي اشربي. بنت مين انت يا ورد اليابا؟ بنت مناصر مرة الشيخ عمر ابو غالب همام القوسي من شارقة. زي ما نجيتي يا بنت عمي. يا راسي راسي وجعاني. ما عندكيش عصبة يا ورد اليمن يا بنتي اربط بها راسي؟ عندي. اقوم اجيبلك من غير ما تقوم. انت حتى اللي على كتفك حلوة. عينيها فيها اديها لها احسن. يا خالتي بس وجعني يا بنتي ليا سنة على كده. روحي خشي جوا ما تخليهاش تبص عليك كتير. حاضر. روحي. وشها اصفر عيانه عيانه من امبارح. هتخش تريح جوا. كل ما تقومي عيني توجع تاني. يا اختي يا ما انت حنينه على ضرتك. ما شفناهاش الحكايه دي قبل كده. اديكي شفتي. اشربي وشوفي وراكي ايه. حاضر. هقول له حاضر. هتقول لي ايه يا سلام؟ كل شويه اسمع صوتي يقول لي قول لهمام يروح له. وكل حجه وليها حاجه. يعني ايه يا شيخ سلام؟ روح للاسد يا همام وانت تخلف. اني اسد؟ سيبك من جراميت ابوك وبصله وروح للاسد يا همام. اسد مين يا ولد ابوي؟ سيدي وسيدك عبد الرحيم الجناوي. مدد يا سلام مدد. روح له يا ولد ابوي لما ربك يأذن. ما هو شيع الاذن ووداني وجعتني. كل شويه يقولوا لي قول له. تقول لي ايه يا سلام؟ كمل. ودنك سمعت ايه؟ تنوي الزيارة وتروح واروح معاك. طيبين معي متوشي همام انفاسهم طاهر ومضجعهم شريف. صح يا شيخ سلام. عشان ما عاشوش لروحهم عاشوا ربنا. وربنا حط البركة في مطارح وفي اوجات. ومطارحهم على طول نظيفة ووقتهم على طول. عاوزنا نروحوا متى؟ في اقرب وقت. وزي ما قلت لك تاخدني معاك وتخليها سر. سر كيف يا ولد ابوي؟ يعني اقول رايح فين؟ قول اللي تقوله. ماشي يا شيخ سلام. نشوفه مشوارك ده هيوصلنا لغايه فين؟ بص انت ممكن تدعي ربنا وانت واقف في الحته دي وتقول يا رب ما يستجيبش. تتحرك شوية وتدعي وتقول يا رب يحقق سؤالك. مفيش حتة زي التانية ولا ساعة زي أختك. وفي الأول وفي الآخر هتقول يمين. يا رب يا رب يا شيخ سلام يا رب. أنا هتبعك يا ولد أبوي. هسيب لك المشوار دي من اول والاخر. مهما حصل مهما حصل يا سلام. على البركة. هتبص لي ليه بعينيك الكحيلة؟ قلبت علي البواجع. عينيك كانها حاسة بوجعي وعلي عطل. يا ابوي عينيها معاي ما
أطرح ما روح وأرد وقلبي رايح جاي وبسأله بسأله بسأله ما يرد وسحبته من الروح قنديلي مش ولع مكتوم في قلب البوح ويا بوي يا بوي يا بوي يا بوي والحس مش طالع والليل تقيل وطويل وكأنه ميعاديني لم خلصه مواوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي ولا بكرة هيجيني يا بوي ده حس جن ولا حس قلب موجوع ايه اللي مطلعك اطلع مفهوش انيس حسك اللي نساني الجوع مالك يا ولدي مالي على الله طلباتك لقمة وشوية مي الوكلة قدامك اهو كل وتوكل لا ما دوق الزاد غير لما تقول لي انت مين وايه اللي جرالك أنا اللي ضربني الهوى يا عمي ومرضني بعد ما كان الجبل يخاف من صدى حسي شفايفك سودة ووشك أصفر كأني كبدك موجوع أنت جاي تاكل ولا جاي تداوي العيال آكل لو أنت كلت معاي والله يا عمي ما دخل الزاد حنكي من 3 ليالي مفيش عيا ملوش دواء يا ولدي وانا جرابي ده مليان دواء لكل شيء من تحت كل حجر عشبه اديلك الخرج كله بس تقول لي انت مين وايه حكايتك أنا جابر ولد الجبل جابر اللي عايقوله ما عايخليش حد يخط الجبل قتلتني عليها يا عم قتلتني لا راضية تطل علي ولا راضية تداويلي ولا راضية تروح من جبال عيني وترحمني يا عمي يا رب شديد ابو رصين قولوا قصر دي الوقفه العشيه بيتت نجا والغله نصها راح وطالب التعويض والحرامي جاب نجم كيف يعني؟ من ظهر البيت؟ لا من جوا امليس الصومة صحيت لقيتها منقول ونص الغلة رايح عندك كم عيل؟ 7 و3 بنات هتفتح الصومة كل كدية يعني كل 10 أيام أطلع منها نص كيلة تبقى عيالك يا بخير ها؟ كيف يعني؟ 10 عيال وامهم وابوهم وتلاقي امك وابوك عندك يكفيهم نص كيلة شديد يعني سيب السايب في السايب اقول لك حرامية في حرامي يسرق نص الغلة ويسيب نصها وسع على عيالك يا راجل يا بارد
أنا لو مطلعهم ما كنتش سبت لك غلاية واحدة. والكلام للكل، أي راجل بخيل مرته ما قدراش تطلع تشتكيه هجرسه، هركب الحمار بالمقلوب. كرامة لشيبتك ما عملهاش. بولس اصرف له الغلة اللي خدوها. وانت شديد اكسب قفل الصومعة وكل عيالك احسن لك. البخيل يغور. حاضر. رمضان ابو القفاطين. اصبر يا ابو القفاطين. اسمعين. نعم. عندي مشوار نواحي جينا كده اتمم على شوية حاجات. هتقعد مخرج. قولي. بكره من مشرق النهار. حاضر. قول وقصر يا ابو القفاطين. خير يا ست الناس. عايزه تأذي مين الدور ده؟ زي كل دور يا عرج. يوه صالحه تاني؟ ما خلاص العمر عدى والسنين خدمتنا والعمل بتاعها ساري في رقبه الطريشه 12 عقده. لا مرته الجديده ورد لي امل بنت مناصر نفس المرض نفس الاذي تقطع الخلفي ولا تجيب عيل ولا تيل. خدامينكم وعايزاها عجرب بنزيف ولا من غير نزيف؟ نظيفه عشان محدش يجري ويعالج. والريحه؟ ريحتها اهي. والحلوان؟ خمس حتة ذهب عشان الحسد يا ام الولاد. لا حته واحده يا عرج. اهي خدامين. ما تشمش يا كلب. يلا لما حاجتك وغور. الا قولي لي يا ست الناس، عملت لك ايه المراه الكبيره والبنت الصغيره عشان غير لك ايه اللي من نار البخور اللي قدامي؟ قلت لك غور. قدامين كفايه اللي عنديهم، كمان عاوزين عيال. السلام عليكم يا شريف يا كامل يا حبيب الله يا حفيد النبي الغالي يا أسد الصعيد. وحشتني قوي. سلم يا عماه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدني. توسع يا عم. واقف في الصدر كده ليه؟ فاكر نفسك مين؟ أنا فقير يا أبوي لا أكتر ولا أقل. وعايز إيه يا فقير؟ معوش منك حاجة. زين امال ايه اللي موقفك ما دام ما عاوزش حاجه؟ امشي غور يا ابويا. انا عاوز رضا ربنا. طب والله مليح طلعت مؤدب. اوعى تعوز الغرض مرض. فاهم؟ ربنا يكفينا شر المرض. عاوز التجلي؟ عاوز رضا ربنا قلت لك. عاوز التجلي؟ ما تفهمه يا مولانا. قول له عاوز. عاوز التجلي؟ رد. عاوز التجلي. ما فيش تجلي من غير تخلي. يعني ايه؟ يعني قول ما عاوزش. ما عاوزش؟ طلع كل اللي في جيوبك واديهولي. هات. خدوا 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 خدوا. كل واحد ياخد غرضه. ارفع يدك للسما وقول ما عاوزش حاجة يا رب. ما عاوزش حاجة يا رب. يا رب يا رب عبدك الفقير قدامك ما عاوزش حاجة.
اقضي له حاجته يا كريم، اقضي له حاجته. قول امين. امين. قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله الله الله. كده تقدر تدخل لسيدنا. تم جيت بصحبة سيدنا، يبقى براء. سيدنا مين؟ سيدنا اللي جارك ده. لا أنت ولا ناسك كلهم عارفين قيمته. بوس يده، بوس. يا رب. 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 بلحة ولا اتنين ولا تلاتة؟ هات اللي تجيبه. خد تلاتة. كتر خيرك. ده انا شفت دول الناس وزعوهم علينا وانت كنت نايم حطهم في يدك. الله اكبر. الله اكبر. الله اعظم الناس قدامهم. يلا نتوضوا. واه، يعني عيال التنين يطلعوا جنه من غير ما يشاوروا؟ كلامه الفارغ ده يا سيدي. ما دام الشيخ همام في المشوار ما تقلقش يا راجل. يا بارد، اقول لك عيال التنين تقول لي ما تقلقش؟ امال اقلق على مين؟ عليك انت؟ يعني ما تقلقش عليا يا سيدي؟ لو موت ما تزعلش على جامع؟ ما تموت ولا تغور في 60 حرديفه، نفعني بيه انت، عاجز وهيخدم عاجز، وقاعد في وشي كده زي غراب الباين. الله يسامحك يا سيدي. الله ياخدك جامع. والله تزعل لو خدني. انت عاوز تزعلني بالعافيه من المركوب؟ طب اقوم دلوقتي اموتك عشان تعرف اني ما ازعلش عليك. على كيفك يا سيدي، قوم. هتعيرني عشان عارف اني ما قادرش اقوم. طب هات راسك اقطعها. راسي اهي يا سيدي. يقرا يا بارد. طب همام وراح مصالح ياخد معاه سلم ليه؟ الغايب حجته معاه. عارف ان حجته مش مع حرق ابوك. سيدي انت هتحب سيدي همام اكتر ولا سيدي سلام؟ ده على اساس انك من بقيت اهل اللي جابوني هتسال صح؟ لا يا سيدي، على اساس اني خدامك وحبيبك. حبك كلب من غير ديل. اهو الزمان خلى بوزي بقى في بوزك. اقول لك سلام ولدي اللي ما احبش افارقه ابدا، ارتاح معاه. لكن همام انا بقيت عمري يدي ورجلي، كان ربنا خد عقل سلام اده لهمام فبيجي بعقلين. همام داهية زي ابوه، لكن سلام ربنا اداله في قلبه، قلبه شايلنا كلنا. فهمت يا جاموس؟ فهمت يا سيدي. فليني يا ابن المركوب. قال فهمت يا سيدي. فهمت كيف؟ ده انت بلاص.
هو مسجد سيدي عبد الرحيم قد ايه يا مولانا؟ جراطين. يبقوا 5 جراريط باذن الله. شوفوا اللازم ونعملوه. الزياره الجايه ان شاء الله يبقى كل حاجه على احسن حال. وانا اول ما اروح هشيع لك اللازم. ربنا يوسع علينا وعليك يا ابو درويش. تعال هنا يا درويش. سلم. بسم الله ما شاء الله. درويش ولدي. بسم الله ما شاء الله. سلام يا شيخ سلام. والله حاسس اني مرتاح قوي. ما انت كده غسلت روحك وتروح طاهر رايق نظيف. مفيش انظف من كده يا ولد ابوي. هتبص على ايه؟ الركايب اللي اتسرقت الشيخ سلام. يعني ايه؟ مفيش ركايب؟ تبقى كمله. لا ركايب ولا ذهب. انت كمان ما معكش ذهب؟ واعمل بيها ايه؟ من متى اشيلها؟ وبعدين انا معاك عاوزها ليه؟ ولما ما معكش ذهب سايبنا قد الراجل كل اللي معايا ليه؟ وانا مالي؟ انت طلعت له براحتك. وبعدين انا جعان. وقت الجوع دلوقتي. خلينا نشوف اي صرفه تروحنا. وقف اي حد يشحتنا ركوبة واكل. وعايزنا نشحته كمان. اقول لك جعان. يا دي الوجعة السودة دي. بيوت والد عمك مفيش اكتر منها. على ما افتكر في 3 بيوت جنب بعض. لا صح يا شيخ سلام. تعال. جعان. محدش بيرد. ايوه مين؟ الشيخ سلمان الهواني موجود؟ مفيش حد جوه. طب حد من عياله؟ مفيش حد. قلت لك طلعوا كلهم يعزوا في الصوامع ورجعنا بعد 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا كنت مت من الجوع. سلام قوم امسك. خلاص هموت من الجوع والعطش يا همام. اصبر شويه يا سلام. جعان قلت لك اوقف دلك. وقول لأي حد إنك همام الهوار، 1000 نفر هيوكلني. كيف يعني؟ أقول للناس أنا همام وأشحت، ينفع كده؟ جعان أقول. حاضر. ربنا كريم، تعال. بص. العباية دي بأي حاجة. أي حاجة. خد خد تعال تعال. عباية صوف غالية. تاخدها بكام يا جدع أنت؟ دي ما تسواش ولا 3 فضة. أنت راجل ضلال. أقل من 4000. طب خد. دي 3 ترغف. امسك. وأدي حتة جبنة كمان. يعني 4 فضة. خد يا همام. خربنا كتير. بعتها بدول يا شيخ حرام عليك. انت مش قلت لي بأي حاجة؟ كل مهم كل. جعان. تاني يا سلام اصبر شوية. جوع تعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ وقف أي حد وقول له أنت مين وخلصني. والله لو أنا هموت معقول كده. عيب كده ما صحش. يا عم الشيخ. عم الشيخ. ايه؟ عاوز ايه؟ دي الوكي. احنا غرب مش من هنا. اهلا وسهلا يا اخوي. كلنا غرب على باب الله. انت ما فاهمش. انا شيخ العرب حمام. ولد الشيخ يوسف احمد الهواري. انت هتحكي لي تاريخ شجره اللي خلفوك؟ روح شوف لك حيطه اقعد تحتها. قال همام. قال همام مين يا ابو عقل موزون اللي يقف في الطريق كده من غير عبايه زي المساليب؟ ده خدامينه انضف منك. انا همام هقول لك. وانا الزناتي خليفه. واحده من الاثنين، يا اما انت حرامي يا اما عقلك خفيف. لا لا هو همام صح. ايوه صح. ما دام انت شهدتني يبقى هو همام. جرى ايه؟ واحد يفط من اليمين واحد يفط من الشمال.
هقول لك ايه، روح اشرب لك بق ميه ولا دش راسك بدبشايه. خلاص مفيش وراكم غير المجلته، واحد حرامي والتاني عبيط غرب. هتضحك علي انت كمان. عطشان؟ حاضر يا رب، شوية مية يا رب لأخوي هماه. ها عاوز حاجة تاني؟ وقف وقف يا عم السكة، وقف بق مية لو سمحت. محدش بيشرب من فم القرد، معاكوا حاجة تشربوا فيها؟ في يدينا. ممكن؟ ممكن، اتفضل. الحمد لله، شكرا، شكرا. انت رايح فين؟ لسه هتقعد؟ خد. هاخد ايه؟ خد القربة دي، مش شريف؟ لف بيها عن كام بيت دول، رجلي وجعاني. بس انا بس انت ايه؟ مش شربت؟ لف وتعالى وحديك حتة فضة. انا؟ ايوه انت، لا اله الا الله، مش شربت؟ يبقى تروح. حاضر. طب وسلام اخوي؟ لا سلم اخوك، هيقعد في داري يسليني. انت تروح وسلام يقعد. ماشي يا سلام. اتحرك يلا. حاضر يا ابوي. دول الحاجات دي انا ما عاوزهاش. لا دول تعبك انت، مش انت اللي شلت القربه وكمان فوقيهم الفضه اهي. انت عارف يا سجه مين ده اللي انت شغلته سجه؟ هيكون مين يعني؟ اسكت يا سلام، كفايه قلديمه. يا ابوي كلنا اولاد تسعه وخادم القوم سدهم.
طب انتوا تعرفوا انا مين؟ مين؟ انا اللي يشرب من قربتي ربك يحقق سؤاله. هتلاقي حمار مربوط على الطريق، خدوا وروحوا بيه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا شيخ العرب. ميه بملح رجلي ورمت. الحلوان يا سيدي هقول لك. حلوان يا رجلي. مبروك يا شيخ العرب، ربك استجاب وسد حبله. الله اكبر. الحلوان يا سيدي اللي تقولي عليه فضل، وفيهم 20 جرات ليكي ولنسيم اختك زيهم ولعيالكم ليوم الدين. مبروك يا ورد اليمن، مبروك يا ريحة الخير. الله يبارك فيك، مبروك لك انت. ما عتبتي ليه؟ ده يوم فرحة مش يوم بكي. كان نفسي انا اللي تقول لي مبروك، كان نفسي اكون انا، لكن ربك شاء والحكم دي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربك موجود يا صالحة. يشبع ما بيرضى.